النهارده نادي الزمالك والاهلي عندهم مباراتين صعبتين جدا، يعني في غايه في الصعوبه الاهميه والاهميه كمان. ده في دوري ابطال افريقيا. الزمالك هيقابل الترجي التونسي الساعه 6 مساء في تونس، والاهلي هيقابل فريق فيتا كلوب الكونغولي هنا في مصر في الساعه 9. في صعوبه طبعا في المباراه اللي جايه، وده بسبب طبعا تعادل الزمالك في المباراتين اللي لعبهم في دوري المجموعه، وبسبب كمان خساره الاهلي في المباراه الثانيه ليه في البطوله. لكن عامه كل التوفيق للاهلي والزمالك، وباذن الله يفوزوا النهارده وكمان يحسنوا من وضعهم في الترتيب. تفاصيل اكتر هنعرفها من الناقد الرياضي الاستاذ محمد جمال. صباح الورد عليك. صباح الورد عليك يا مس. احنا حسدنا الاهلي ولا ايه؟ حسدناه لما خسر. طيب خلينا نبدا في الاول بالزمالك، ويعني تعرفنا كواليس معسكر الزمالك في تونس ايه؟ طبعا احنا بدانا بالزمالك. الزمالك طبعا سافر تونس اول امبارح. الزمالك جاهز لمباراه الترجي بشكل كويس. الزمالك يعني عايز يكسب الترجي ويحقق الفوز الاول ليه في بطوله دوري ابطال افريقيا السنه دي. طبعا الاهلي والزمالك هم بيلعبوا في البطوله، وهم الاثنين يعني الاثنين كانوا هم اللي واصلين لفاينل السنه اللي فاتت، فالاثنين عايزين ياخدوا البطوله، سواء الاهلي عايز يحافظ على اللقب والزمالك حابب ان هو ينافس بقى مره اخرى يعني على اللقب. طبعا مباراه الزمالك والترجي مباراه مهمه جدا 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 للفريقين، خاصه نادي الزمالك نفسي لم يفوز ولا مباراه حتى الان في دوري ابطال افريقيا في دور المجموعات. الزمالك تعادل قدام مولوديه الجزائر سلبيا، ثم مع تونجس السنغالي سلبيا برضه، والزمالك بيعاني بشكل كبير جدا من هجوميا بفقد نقاط كتير، ثم تعادل مع دجله في بطوله الدوري. فاعتقد ان الزمالك محتاج الفوز ده جدا 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 عشان يقدر يديله دفعه لقدام. الزمالك الدنيا كويسه في المعسكر هناك، طبعا كان الشغل الشاغل لقطات فرجاني سياسي بوجود بعض من اللعيبه اللي لعبت في نادي الزمالك من قبل توانسه، لما قعدوا مع كابتن عبد الحليم علي مدير الكوره بجانب فرجاني، بجانب ان اللعيبه كلها مركزه، يعني باتشيكو المدير الفني للفريق كان بيتكلم مع لعيبته ان هو الفوز ده مهم جدا جدا بالنسبه لنادي الزمالك، خاصه الفوز ده هيخلي نادي الزمالك عنده 5 نقاط، واعتقد ان 5 نقاط دي هتسهل لك الدنيا، خاصه ان انت لسه عندك ترجي في القاهره وتنجز في القاهره، فتقدر على الاقل من المباراتين تجيب 6 نقاط او 4 نقاط فتكون ضمنت الصعود الفوز بتاع تونس النهارده. لكن ما ينفعش ان الزمالك النهارده يحصل اي نتيجه سلبيه، خاصه ان هيبقى الموضوع صعب جدا. لو الترجي حقق الفوز وجولتين الجزائر الاقرب لتحقيق الفوز على تونس، هيبقى الموضوع صعب جدا بالنسبه لنادي الزمالك اللي هيبقى بيملك نقطتين فقط، والترجي ساعتها هيكون بيملك 5، خاصه الترجي عنده 4 نقاط وجولتين الجزائر برضه عنده نقطتين. موضوع في موضوع كمان خاص بفرجاني ساسي والتجديد مش كده؟ بالظبط. هو فرجاني عقده خلاص بينتهي. نادي الزمالك بيسعى قوه لتجديد تعاقده مع فرجاني، ولكن فرجاني بصراحه لحد دلوقتي انا وجهه نظري اللي اعرفه يعني او متابعتي الكوره يعني، اللاعب لو عنده رغبه انه يجدد، اعتقد بعد كميه الحب ومظاهرات الحب اللي شفناها بشكل كبير جدا 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 من جماهير نادي الزمالك ليه، سواء في المباريات، يعني انا بحضر المباريات في مباراه الدوري جمهور الزمالك بيقول له ما تمشيش يعني. وشفنا اخر حاجه خالص يعني سيده راحت واتبرعت بحاجه يعني عشان نجدد كشيء كده، اللي بتقول انا بحبك يعني جدد اقعد معنا في النادي. ما ينفعش ان بعد كل ده، اعتقد وجهه نظري يعني، اعتقد ما ينفعش ان بعد ان انت تشوف تأييد كتير جدا وحب كبير جدا من جماهير نادي الزمالك وانت مش عارف تحسم قرارك لحد دلوقتي، ده شيء غريب جدا وعلامه استفهام من وجهه نظري، خاصه ان اداره الزمالك موجوده بتتكلم معاه على طول ان هو يجدد تعاقده. هو لعيب مميز جدا، لعيب كويس جدا، لعيب محترم جدا، ولكن انا اعتقد ان هو لحد دلوقتي هو مش عارف يتخذ قرار ما بين يقعد في نادي الزمالك او يمشي من الزمالك، لان هو لو كان حابب ان هو يقعد في نادي الزمالك لحد دلوقتي وكان خد القرار، اعتقد كان جدد تعاقده، ده وجهه نظري. ولكن ان احنا نصل لشهر 3 وان هو ممكن يمشي خلال شهرين 3 لحد دلوقتي خلاص وما جددش مع نادي الزمالك، اعتقد ده شيء يعني شيء ممكن يعني يخلي في باب مفتوح كبير جدا قدام رحيل فرجاني اساس نهايه الموسم. نعم. طب استاذ محمد، احنا يعني قبل ما نروح للنادي الاهلي، هو في ازمه الكهرباء مش كده؟ يعني اخر تطورات الازمه ايه، وهل هي هتاثر على الفريق ولا؟ اعتقد ان الاهلي ما بيتاثرش، يعني الاهلي ما بيتاثرش بالحته دي شويه. هو اكيد طبعا في ازمه بين كهرباء وبين موسيماني مباشره على طول، يعني مش هقول بقى كهرباء والنادي الاهلي، كهرباء وموسيماني
ودي بتبقى صعبه جدا، خاصه ان هو المدير الفني بتاعك. فوقتها لما بتبقى مشكله ما بينك وما بين المدير الفني بتاعك، فانا اعتقد الموضوع بيبقى صعب جدا. كهربا لعيب مميز جدا، لعيب كويس جدا، ولكن يعني خلال الفتره اللي فاتت او خلال الفتره اللي تواجد فيها في سواء في الاهلي او في الزمالك او في السعوديه او بجانب انبي او اي فريق لعب فيه، كان برضه بيرتبط دايما اسمه ببعض المشاكل. طبعا هو الفتره اللي فاتت كان كهربا زعل ان هو يعني ما شاركش في مباراه طلائع الجيش من البدايه، واعتقد انا يعني انا لحد دلوقتي مش يعني مش فاهم هو ليه كهربا زعلان، خاصه ان كهربا هو اكثر لاعب من الخط الامامي للنادي الاهلي، هو لعب يعني لعب موسيماني اكتر من حسين الشحات واكتر من اجاريه واكتر من طاهر محمد طاهر واكتر من لعيبه كتير جدا جدا في المراكز اللي قدام. يعني انت لعيب من اللاعبين الاساسيين اللي عند الراجل، تمام؟ يمكن يعني عنده طموح زايد انه يكون متواجد اكتر او يكون ليه دور فعال اكتر، بس ما يستدعيش انك تعمل مشكله مع مدير في الفريق، خاصه انت في النادي الاهلي. يعني وقتها على طول اتخذ قرار، على طول في اداره الكره اتخذ القرار فورا بغرامه 200,000 جنيه ثم ممنوع من المشاركه مع المباريات لمده شهر. واعتقد ان هو في خلال الشهر ده هو هيبقى شهر صعب جدا على كهربا، لان كهربا خلال الشهر ده هو بعيد تماما عن كره القدم في النادي الاهلي. والراجل اعتقد ان الراجل ممكن يكون وصل لمرحله ان هو ممكن يفكر انه مش عاوزه، وده هيبقى مش وده هتبقى مشكله كبيره جدا للكهرباء، لان الكهرباء مش من نادي الزمالك بازمه كلنا فاكرينها، وهما مشي وراح البرتغال وحاجات زي كده، ثم برضه لو حصلت ومشي من النادي الاهلي فهتبقى ازمه بالنسبه له، هتروح فين؟ يعني فهو فهي دي وجهه النظر، لكن الكهرباء كان لعيب كويس، واتمنى يعني وجهه نظري هنا واتمنى وامنيه ليا يعني عشان هو لعيب في المنتخب ولعيب كويس ان هو يرجع نفسه من 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 الكلام ده خالص. اعتقد ان يعني انت خلاص بقى من خبرات دلوقتي ان انت خليتك ان انت ما تعملش مشكله بسبب انك ما بداتش مباراه في الدوري، خاصه انك بادئ مباراه باير ميونخ وبادئ مباراه في المريخ السوداني. يعني عند الراجل بالنسبه له لعيب اساسي في الفريق، وبعدين الراجل ما هو لابد ان هو يحصل عمليه تدوير. محمد كليف كان اساسي وكان مهاجم الفريق وكان هو هداف الدوري، والراجل لما واليا جه قعد ولعب، جوني الجايني كان بيقعد وبعد رجع من الاصابه لعب، والراجل بيأدي وكله بيقدم من غير ما يعني وليد سليمان بيقعد، وليد سليمان هو كابتن من كباتن الفريق بيقعد عادي جدا على الدكه وبينزل بس بينزل. كهربا كمان ليه 30 مليون للزمالك بسبب ان هو طبعا قبل انتهاء العقد انتقل للاهلي، مش كده؟ طبعا في ازمات ومسافر البرتغال فيها كده ازمات كتير جدا، بس طبعا يعني خلال الفتره اللي فاتت كهربا تصدر في بعض الحاجات، زي ما يعني كانت مشكله بسيطه كده مع عمرو السوليه، يعني عمرو السوليه زعق كده شويه مباراه المريخ السوداني لما كهربا كان بيخانق مع لعيب المريخ. قبلها كان في مشكله في السوبر المصري طبعا مع طارق حامد ومع بعض من لعيبه نادي الزمالك، وكان برضه ايقاف كبير جدا من اتحاد الكوره. ففي بعض الحاجات اعتقد ان كهربا محتاج ان هو يراجع نفسه علشان موهبته، هو بعيدا عن الفريق النادي الاهلي مش هتوصل. النادي الاهلي عنده في مركز حسين الشحات وعنده جونيور اجاي وعنده وليد سليمان وعنده طارق محمد طاهر، عنده لعيب، عنده محمد فيليف، عنده صلاح مصر، عنده اللعيبه اللي تقدر تعوض غياب كهربا بكل تاكيد. بس هو كهربا هو الخسران مش النادي الاهلي الخسران. طب خلينا نلعب مع بعض بقى لعبه التوقعات، يعني من خلال بقى متابعتك لكل ماتشات الاهلي والزمالك، توقعاتك ايه لنهايه ماتش الزمالك وتوقعاتك ايه لنهايه ماتش الاهلي؟ هو الزمالك، واعتقد ان الزمالك النهارده بلاش بس يفتح خطوطه، يعني ينتظر شويه كده، برضه نتيجه التعادل مش هتبقى وحشه، يعني نتيجه التعادل قدام الترجي مش هتبقى وحشه برضه، لما تبقى 3 نقاط في اول 3 مباريات مش مشكله، بس انت لسه عندك الترجي في القاهره وعندك تونس في القاهره. اعتقد توقعي للزمالك يعني اعتقد ان المباراه ممكن تخلص تعادل، يعني ممكن تخلص تعادل. الزمالك بدل ان هو يلعب مع الترجي بشكل كويس، الزمالك كان من سنه بالظبط قدر ان هو يكسب الترجي في السوبر الافريقي وقدر ان هو يكسب الترجي في طول دوري ابطال افريقيا. اعتقد الزمالك ممكن يعني قادر ان هو يتعادل في تونس. بالنسبه للنادي الاهلي هي مباراه صعبه جدا، مباراه فيتا كلوب صعبه جدا، خاصه انها جايه بعد خساره للنادي الاهلي من سيمبا التنزاني في الجوله الثانيه. اعتقد ان الاهلي النهارده لو كسب هيبقى شيء جيد جدا ليه، خاصه هيبقى عنده 6 نقاط، هيتساوى وقتها مع سيمبا اللي برضه عنده مباراه اعتقد سهله جدا وهيقدر انه يفوز على المريخ السوداني وهيبقى 9 نقاط وقتها. لكن المباراه بتاعت الاهلي صعبه وكل حاجه، ولكن اعتقد ان الاهلي قادر ان هو يكسب النهارده، اعتقد ممكن توصل ل2-1 او 3-1. انا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي الاستاذ محمد جمال، وعايز اقول لكم كمان مشاهدينا ان احنا هننتقل بقى من اخبار الكوره دلوقتي. طبعا نتمنى الفوز للاهلي والزمالك اكيد، وان شاء الله يخرجوا بنتائج مرضيه بالنسبه لهم، طيب وبالنسبه لجماهيرهم اكيد.